اتنين اخوات واحد ظلم التاني, حاجه يعني بسيطه واحنا عندنا في حياتنا بقت كتير. واحد ظلم اخوه. بعدين لما جه فربنا سبحانه وتعالى واحد بيقول له يا رب خذ لي مظلمتي من اخي, انا عايز مظلمتي من اخويا, انا مش مسامحه لان انا خلصت كل حسناتي وسيئاتي وليا مظلمه عند اخويا, لو خدتها اخش بيها الجنه. التاني عنده حسنات هيقدر يسدد المظلمه, لكن يقول له يا رب طب خليه ايه يعني يعني يسامحني او يعفو عني عشان ندخل الجنه. فربنا سبحانه وتعالى يقول للطالب حقه ارفع بصرك فانظر, فيرفع بصره كده فيشوف جنتين, حاجه بقى ما فيش بعد كده. فيقول يا رب لمن هذه, لمين الجنات دي؟ يقول له لك انت. يقول له انا ده انا بستنى اخد مظلمه ابن اخويا, مش عايز ارحمه ولا اعفو عنه, فانا معقول انا اللي هدخل المكان ده؟ فيقول له نعم بعفوك عن اخيك, انك انت مجرد ما تعفو عن اخوك انت هتدخل انت واخوك الجنه. وفعلا بيعفو عن اخوه, ربنا يقول له خذ بيدي اخيك وادخل الجنه. في القران ربنا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. هو مش عايز مظلمته, هو ده اللي عفى عن اخوه. اللي عفى عن اخوه, يعني الايه دي خاصه باي حد يعفو عن اخوه. طبعا لانه خاف مقام الله سبحانه وتعالى, يعني انا لما اعفو. اشمعنى ولمن خاف مقام ربه جنتان في الحته دي بالتحديد؟ هذه القصه ذكرها الامام ابن كثير في التفسير وهو يتكلم عليه, ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه في الحته دي بتاعه الاخ, بتاع الاخوه. اخطر حاجه يا استاذه دعاء الاخوه, دي اخطر حاجه. يعني 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 دلوقتي بس عشان برضو نركز, عشان الناس تتصل هنا تقول لك ايه, اصل اخويا مش راضي يصالحني واكلمه واروح له ويقفل في وشي الباب ويقفل في وشي السكه. فدي خافت مقام ربها, دي ليها جنتين, تاخد جنتين, خافت هذا المقام وهو مش موافق, خلاص مع السلامه, هو حر, هي عملت اللي عليها. بس هي الفكره كلها ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمق فكره الاخوه وصله الرحم. يعني الرحم دي لما ربنا خلقها اللي احنا كل العالم ده جه منها, لما خلقها الله سبحانه قامت تستغيث بحقه الرحمن, يعني كانها بتشد في حاجه كده. فربنا سبحانه وتعالى قال لها اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ادام انت عايزه اوصل, يعني الذي يصل رحمه موصول بربه, والذي يقطع رحمه مقطوع عن ربه. دي مشكلة كبيرة جدا احنا يعني مش واخدين بالنا منها. هو بيعمق ليه ربنا الكلام ده؟ بيعمق الكلام ده عشان احنا نفضل محافظين على الأخوة, حتى لو أخويا قصر أنا ما قصرش, حتى لو أساء أنا ما أسئش, حتى لو غلط أنا ما غلطش. كل واحد فينا يقول كده, يعني كل اتنين اخوات يقولوا بعض كده, حتى لو أخويا قصر أنا ما قصرش, وأنا بقول حتى لو أخويا قصر أنا ما قصرش, فاحنا الاتنين مش هنقصر. هو ده الأصل في الموضوع إن احنا نحافظ على الحتة دي. ففي واحد حسناته زادت عن سيئاته ولو بحسنة واحدة, ودي فيها نص قرآني ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ربنا طالما في الشرك ربنا بيغفر له. في نص آية تانية قول وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني لو الواحد خلص الحسابات وبقت معاه حسنة واحدة, تخيلي سدد كل السيئات وسدد كل الحسنات وعمل كل حاجة, دائما حسنة واحدة بس. قال وإن تك حسنة يضاعفها, ربنا يضاعف له الحسنة دي ويؤتيه أجرا عظيما لدخله الجنة. يبقى ده زادت حسناته على سيئاته, زادت بإيه بقى؟ زادت بواحدة أو بما في ما فوق بقى خلاص. واحد تاني قعد يسدد من السيئات لغاية لما خلص الحسنات وبقى ما عندوش حسنات يسدد بيها, يقوم ربنا ياخد من أوزار الآخرين ويحطها على أوزاره ويخفف عن التاني بالسيئات, وتؤخذ من سيئاته ثم طرحت على سيئاته ثم طرح في النار. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وده خطير جدا. ده بقى واحد وصل لباب الجنه وجي واقف عمال يخبط على باب الجنه كده, وقيس فجاه قال له لا ده انت عليك شويه مديونيات تلت سددتهم الاول, احنا ما حدش بيخش الجنه عندنا الا نضيف. حتى اذا نقوا وذبوا, حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تنضف يا حبيبي. طب انضف اعمل ايه؟ سدد الديون اللي عليك. طب ايه الديون اللي عليا؟ عندي شويه سيئات. طب ماشي اتفضل سدد السيئات. طب انا هسدد, حاضر. فيجي يسدد فيخلص الحسنات اللي عنده. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال من يأتي بالصيام وصلاة وزكاة وحج. أهديك الحسنات اللي معاه. بس للأسف للأسف الشديد يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ومش عارف إيه, بوظ الدنيا.